والله نطالب من اتحاد الجمعيات ان يشوفون صرفه مع الشركات اللي تنزل لهم البضائع هذه زين، ويزيدون السلع اللي فيها ويخفضون اسعارها. كل ما زادوا من الحكومه مبلغ زادوا اسعار السلع علينا زياده، وقاعد ندفع من جيبنا زياده عن اللزوم. والله نتمنى يعني يراعون الناس، يعني في ناس تقدر في ناس ما تقدر، يعني تدري هي النسب تتفاوت. اهم شيء انا بالنسبه لي صراحه اتاكد من موضوع الصلاحيه والتخفيض، لا يصير انه باقي على السلعه هذه اشهر معينه ويسوون عليها تخفيض، لا. ونتمنى انه ما تكون بس رمضان، يعني تكون دائره طول السنه. طبعا يحددون الجمعيات كلها، لان الحين مثلا واحد يكون بيته هناك تحاول تي منطقه ثانيه عشان الجمعيه اسعارها معقوله، بس انه اتمنى يعني يعدون بالاسعار. لازم يستوردون اكثر انا اشوف. اتحاد الجمعيات لازم ينسق بينه وبين الجمعيات كلها، ينسق بينه وبين الجمعيات كلها على اسعار موحده، مو جمعيه وجمعيه واحد يروحون يمين ويردون شمال مهاجم. هم بيعرضوا منتجات، والمنتجات دي مثلا نيجي علشان ناخد اللي هم عرضونه الان، يقول لك الكميه خلص انتهى. بيعرضوا مثلا المفروض الكميه تكون مثلا كتير عشان ناخد نلاقي الكميه بسيطه نفذ، وبالتالي يكون الكميه المعروضه غير كافيه لينا، ما نلحقش الكميه ناخد. يجب ان يكون عندهم نوع من الرولز والقوانين بحيث انها ما تسمح لاي جمعيه انها تشق عن الخط اللي انحط لها، وهي انك انت تشتري البضاعه بكميات كبيره وتبيعها بسعر او حافز ربح بسيط جدا، تستفيد الجمعية كعائد مادي، وفي نفس الوقت المستهلك يستفيد، ما يكون عنده أن تكون السلعة مبالغ فيها أو التاجر يبالغ في عملية. حياكم الله مشاهدينا، تابعنا احنا وياكم هذا التقرير لهضيبان. يمكن كلمة الأخ في التقرير قال كل ما زادت المعاشات الرواتب على طول زادت الأسعار، شو الأسباب؟ هو كل ما زاد الرواتب الموظفين زاد الأسعار على طول تلقائي. وهذا هل نعتبر هذا حل؟ هذا مو حل طبعا، بس هو على شوف بعد هم الجمعيات التعاونية لها دور كبير. يعني في جمعية مثلا سعر سلعة معينة سعر اقل من مثلا في جمعيه ثانيه، هذا اختلاف الاسعار راح ادش انا اتكلم فيه. ابي القضيه الاولى اللي هي قضيه الاسعار تهم الشارع الكويتي كلها، قضيه الاسعار هي بدايه. هل يعقل ان راح نتكلم بعد قليل على عمليه اختلاف الاسعار؟ بس خلينا ناخذ يمكن اخونا حمد، اللجنه اللي لجنه الاسعار هي المسؤوله على ارتفاع الاسعار، وهي اللي تتحمل عمليه غلاء الاسعار في الاتحاد. وهذه امانه يعني سؤال مهم جدا. ارتفاع الاسعار لعدة عوامل، او كبح ارتفاع الاسعار تحتاج يعني اكثر من جهه. اولا طبعا رقابه لجنه الاسعار، توحيد الاسعار، رقابه مباشره، نظام مخالفات، يعني لها جزء كبير، وهذا اللي راح اتطرق له في المقابله. لكن في جزئين مهمين. الا وهو لجنه الاسعار بروحها ما تقدر اخوي بداح تحل المشكله. في قوانين راكده للحين ما تفعلت. شنو القوانين؟ مثل كسر الاحتكار. الحين منتج انا بخالفه اقطاع من الجمعيه وهو منتج رئيسي، شنو البديل؟ راح يسوي لي ثوره عند المستهلك وعند الجمعيات، ويضغطون علي الجمعيات عشان اضطر اني اوافق، وراح يعيد عن مسطرتي. الشغله الثانيه طبعا هم مخصصه املاك الدوله جدا كوست عالي على الجمعيات، اتمنى ان يعيدون النظر فيه عشان تقدر الجمعيات ترد تدعم مره ثانيه وتمارس صلاحيتها في دعم السلع. هذا يمكن الحكومة تقول احنا بندعم الجمعيات، يعني تعطي بايد وتاخذ بالايد الثانية، يعني هناك شركات خاصة او معنى اصح اسواق موازية خاصة، المتر 200 فلس والجمعيات التعاونية دينارين و750 اذا مستغل، واذا غير مستغل 3 دنانير. لا يظل هذا يعني مشاعة عامة تخدم المجتمع مباشرة، هي مؤسسة خدمية ما هي ربحية، ما هو نفس التاجر. انا بوصل حق المستهلك خدمة. العفو يعني لا تقارني في اسواق موازيه. اذا تبي خدمه مني، تبي دعم، تبي عروض، طبيعي اخوي بداح الدوله تدعم بهالناحيه. الشغله الثانيه والاهم من هذا كله، ويتحكم او يكافح ارتفاع الاسعار، لازم نرفع
نسبة ثقافة المستهلك في الكويت جدا منخفضة. أتحل طمانة ساعة كاملة على سلعة أروح بعدها الجمعية واشتري نفس السلعة ما أقاطع. وإذا السلعة هذه مرتفعة والجمعية طلعتها خارج الأسواق المركزية يصير ضغط من نفس المستهلك، المستهلك ويقول لك مو على كيفك لابد. طبعا هذه وصارت في جمعية بيان إحدى الشركات الكبيرة يعني طلبوا رفع سعر ما وافقوا لهم أسبوعين أعتقد منعوا السلعة من الجمعية صارت ثورة عندهم مساهمين وضغط على مجلس الإدارة اضطر إنه يوافق والنهاية يقول المستهلك رفعت السعر علينا. هذا الواقع يعني الجمعية قامت بدورها. بس معنا اتصال من الأخت عهود عبد الله. حياتي الله أستاذ عهود. السلام عليكم. السلام الرحمة. هلا وليدي. هلا فيك. حياتي الله. مشكورين على هالبرنامج. الله يجزاك خير أختي. أنا بسأل عن جمعية الضاحية فهد الأحمد. إيه جمعية فهد الأحمد. هذه تحت الصفر. إيه. من ناحية الوساخة. إيه. من ناحية إساءة التخزين. ما فيها إدارة. يعني حتى الناس لو بيراجعون حق مديرهم يروحون حق الصباحية ما يقصر الريال. بس ايش بيلحق عليه على الجمعية مالت الصباحية ولا جمعية ضاحية فهد الأحمد؟ ليش ما يحطونها مستقلة؟ بعدين عندك الأسعار غير نمونة طايرة. ولما تسأل ليش يقول بعد زادوكم لازم احنا نزيد. شوف العذر يعني هذا العذر اللي عندهم. اي عذر ملوح. طمع التجارة. وعندك مثلا راعي النخي اللي بيع النخي وباجلة وهريس ويريش والشغلات من 300 فلس صار 350 وبعدين نص دينار. ليش زادوكم؟ المصور مال الاوراق الاوراق اللي يصورونها من 100 فلس الى 200 فلس. اذكر 20 فلس. لا صارت الحين 200 فلس زادوكم. ما ادري ايش زايديننا. وبعدين حتى الخباز يعاند ما يفتح الا المزاج عقب ما يروح العالم الدوام يفج. اي خباز هذا؟ الايراني. الخباز الايراني الخبز الايراني. اي قطعه او اي مكان بمعنى اصح؟ السوق الرئيسي مال فهد الاحمد. نعم. اي احد شي اقول له لا ولا بغيت تروح تاخذ خبز لازم احد يركبك عشان تطول الدريشه تاخذ خبز. يعني لازم احد يركبك لازم احد ينزلك. زين متى يتم اشهار جمعيه فهد الاحمد بوجهه نظرك استاذ عهود؟ ما هقوتي طالما في اهمال غير نمونه. ما عندكم اعضاء مسمى بالدائره الخامسه يطالبون لكم؟ انا ما ارشح احد فيهم. في بس ما ارشح احد فيهم. كل اقل ورك تبيضه. كل يمشون على قبيلته وقبيلتك ما يمشون على حب البلد نفسها. يعني يمشون على قبيله او طائفه او حزب. اي هذا اللي انا اشوفه كذي. نعم. عشان شيء انا اقلها ولا يهتمون بالمنطقه ان شاء الله ما يهتمون. بعدين عندك المواد الغذائيه يقول لك الماده اللي قريبه الانتهاء. يعني هذا بعد ايش نبي فيها؟ الالبان ما تخزن زين يحطونها بالممر. طيب مثل الالبان في الجبن الحليب السائل لازم بالبراده وما يحطونه بالممر. زين هذا باب مفتوح مسكوك باب الجمعيه الهواء يدش سموم الحراره 70 80. استاذ عهود اذا شفتي احد الحلقات عندنا هني طلعت كاميرا خاصه لجمعيه فهد الاحمد صورناها تصوير كامل. تم كان ضيف عندي رئيس الجمعيه تجاوب معاي قال ان شاء الله في القريب العاجل حتى يعني اهديناه هذا الشريط قلنا له شوف التجاوزات كمباني انشاءات قال راح اتجاوب معاكم باذن واحد احد. شريط كتصوير صورته موجود عندي بس ان شاء الله نصور التطوير اللي سووه باذن واحد احد تجاوبون معنا. عندك شيء استاذ عهود تقولينه؟ نعم نعم. التخزين سيء للغايه. ما عندها مخزن اساسا. الجمعيه الوحيده يعني الجمعيه الوحيده بالكويت ما عندها مخزن تحت. فاشله فاشله تحت الفشل يمكن احسن منها. السيارات اللي تنزل البضائع تزاحم رواد الجمعيه على مواقفهم وباب الدخول. نعم. ما يحطونها عند باب شو يقولون له هذا مال تنزيل البضائع ابدا بعلم وموافقه مدير الجمعيه. وكم مره اداحره وقلت راح افضحكم بالتلفزيون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونتمنى ضحيه فهد الاحمد تصير حره ان شاء الله ان شاء الله في رعايه الله ان شاء الله. مشكور. عفوا بغيت اقول عن الزيوت. اي نعم. يا ليت زيت الزيتون اللي ياخذونه المفروض يكتبون عليه مثلا درجه الحموضه 8 من 100 بالعشرة 2 من 10 هم الاخوان اللي عندي هني مال اتحاد الجمعيات. اي هذه لازم بعدين لازم اذا في ماده مهدرجه يكتبون عليه نسبه الزيت المهدرج كذي لان في ناس معاهم كوليسترول. صح ان شاء الله. زيت الزيتون ممتاز بس لازم يبينون كميه المشبع عشان لا تينا جلطات. ان شاء الله. مشكوره مشكوره اختي عهود. مشكوره مشكوره. في اتصال مخرجنا. طبعا اتمنى اذا رئيس جمعيه الصباحيه يتابعنا يا ليت يعمل اتصال على الارقام الظاهره على الشاشه. هناك جمعيه فهد الاحمد يعني جمعيه فهد الاحمد تتابع الجمعيه الصباحيه. هناك بعض الملاحظات من الاخت عهود عبد الله قالتها نبي نسمع ردك فيها. انا توصلت لك استاذ مهندس جابر
قلت هناك يمكن الأستاذ حمد قال هناك مخالفات جادة للجمعيات في عملية مثلا ما طبقت الأسعار بالصورة الصحيحة من التعاميم المرسلة من اتحاد الجمعيات. نعم. راح تطبقونها واقعيا رغم هناك فيه انتخابات خاف الجمعية كذا يزعلون علينا لعبة كراسي فيها خسميها بالكويتي. نعم. راح تطبقونها فعليا؟ والله يعني يفترض والشيء اللي بإذن واحد أحد إنك كلنا متفقين عليه وما في شك بإذن الله جميع الأمور هذه تطبق إن شاء الله على الجمعيات بشكل يعني عام. نعم. مثل ما تدري يعني عمر عموما المجلس الحالي يعني ما راح يتعدى 10 شهور عرفت بسبب يعني أنظمة الانتخابات والاتحادات ويعني أنظمة أو قوانين قانون التعاون بالضبط معنى أصح. فعندنا يعني فترة جدا وجيزة اللي هي 10 شهور أننا ننتج فيها في يعني طبعا أنت ملف رئيسي اللي هو مسألة زيادة الأسعار بس إذا ما تكاتفت معانا مثلا وزارة التجارة وزارة الشؤون ودعمت موقفنا يعني وبنفس الوقت هم محتاجين إحنا دعم التاجر يعني بهالموضوع هذا. راح أتكلم أنا وياك بس معنا اتصال عشان طولت على الأستاذة حصة محمد. حياك الله أختي حصة. ألو مساء الخير أخوي. أستاذة حصة حياك الله. الله يحييك أخوي. حياك الله. أنا الحين حاليا متواجدة في أحد الجمعيات التعاونية وقاعد أشوف الأسعار طبعا أسعار خيالية بالذات إحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم زين نهني في طبعا سمو أمير البلاد زين والشعب الكويتي كافة ونهنيكم في قدومة إن شاء الله ويجود المسلمين والمسلمات بالصحة والخير والعافية يا رب إن شاء الله. لكن أنا في عندي سؤال حق الأخوان يعني في وزارة التجارة أنتوا لمتى أنتوا تغطون النظر عن التجار اللي قاعد يتلاعبون بأسعار السلع بالإضافة إلى البلدية زين لمتى انت تشوفون مواد منتهيه الصلاحيه موجوده عندهم لاعاده تخزينها ولاعاده تجميدها ولاعاده تصنيعها مره ثانيه وانتم غاضين النظر؟ نعم. لمتى ما في حزم في هذا الموضوع؟ اتحاد الجمعيات انتم شنو دورتكم يا اتحاد الجمعيات التعاونيه؟ شنو اللي قاعد تسوون انتم؟ نعم. شنو اللي انتم قدمتوه؟ انا بشوف من يوم تشكل هالاتحاد هذا الى اليوم أبي أشوف شنو الخطوة اللي أهما خذوها اتحاد الجمعيات التعاونية عشان أنها تخص المواطنين والمستهلكين. شنو اللي سووه؟ وبعرف بلدية الكويت لما أنها كل يوم والثاني حاطينهم والله إحنا مصادرين وإحنا عاملين كش وإحنا عاملين دراسة وإحنا مصايدين كمية من مواد فاسدة وفي مخازن وفي جمعيات تعاونية. أبي أشوف هالأشياء هذه المستهلكة هذه ترى أشياء من زمان. لا يقصون علينا ويقولون عندنا لحوم فاسدة وتجار وما تجار اللي هو الخراب والبلا منه وفينا. زين بالنسبة حق الجمعيات التعاونية ليش تفارق الأسعار ما بين جمعية إلى أخرى؟ نفس التاجر نفس البضاعة شو اللي اختلف؟ لما أروح منطقة ثانية ألاقي السعر يختلف والله 30 فلس 40 فلس بين سلعة وسلعة مو صحيح الكلام هذا. بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية اللي قاعد تسوي عروض مستانسين مسوين لي عروض العروض هذه حاطين ليها على بسكوت وعلى شامبو وعلى مواد عسك الله وانت الكرامة منظفات للحمامات انا شو اسوي فيها كمستهلك؟ انا ابي كمواطن ابي مواد غذائية صالحة مواد اساسية ها؟ حق عيالي ان شاء الله استاذة حصة مشكورة بالاضافة انا عندي نقطة ترى على تفضل على عجالة استاذة حصة عفوا اخوي لمعلومكم الحين ان اغلبية المواطنين الكويتيين قاعدين ياخذون المواد التومينية مو من الكويت من الحفر وقاعدين ياخذونها حاليا من السعوديه وقاعدين ياخذون من الامارات وشوف فرق الاسعار اللي بيننا وبينهم ان شاء الله وقارن بفرق الاسعار ان شاء الله وكفايه بعد كلام على فكره ترى زايد فيها الموضوع هذا لان احنا ملينا نهائيا لان لا يوجد حزب لا يوجد مراقبه لا يوجد من يتدخل ويوقف المهزله اللي تصير في الجمعيات التعاونيه ان شاء الله اوكي ونص السلع اللي عندهم بالذات المثلجات معاد مره ثانيه تثليجها يذوبونها ويثلجونها مره ثانيه والمواطنين يستعملونها وانتشار الامراض وانتشار الاسعار وظاهره على قولتهم الغلاء ويحطونها كلها ان شاء الله واصل اعطيني تاجر واحد هذا حصه اعطيني تاجر واحد سعره مميز هذا حصه واصل المعلومات اللي اعطيتني اياها. في اتصال ثالث صالح عبد الله حياك الله صالح استاذ صالح يمكن اخت حصة محمد مهندس جابر فيها حرقة بقلبها تقول اتحاد الجمعيات ما سوى شيء الآن احنا نسوي يعني